السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT الصف الرابع الابتدائي الترم الاول، والنهاردة هناخد مراجعة سريعة على الدرس الاول والتاني، وهنحل كمان الاسئلة الخاصة بيهم مع بعض. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عرفنا ان الدرس الاول اسمه المستكشف النشط، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت هو الدرس ده درس جميل بيعرفنا بعض المعلومات العامة عن المنهج والشخصيات اللي موجودة معانا. ففي شخصية مهمة جدا لازم نعرفها مع بعض، وهي ألبرت لين. ألبرت لين هو عالم من علماء الآثار، استخدم أدوات تكنولوجية من غير ما يعمل حفر ويحفر زي ما كان الناس بتعمل زمان، علشان يعرف الأماكن اللي فيها آثار ويقدر يوصلها بالسهولة. وهنا بيوضح لنا إن التكنولوجيا والأدوات التكنولوجية سهلت قد إيه على الراجل ده والناس اللي كانت شغالة معاه، بدل ما يحفروا في كل حتة ويدوروا على الآثار سهلت عليهم ان هم يوصلوا للآثار على طول من غير ما يعملوا عملية الحفر. فهو بيكلمنا هنا عن الأدوات التكنولوجية اللي استخدمها الراجل ده اللي هو ألبرت لين. ألبرت لين او عالم الآثار اللي اسمه ألبرت لين ده، وازاي سهلت عليه ان هو يستكشف مواقع أثرية جديدة. فالأدوات التكنولوجية اللي استخدمها وساعدته في العملية دي كانت بتسمح لي بالاستكشاف بطرق بسيطة وسهلة، وبتوفر الجهد والتكلفة بدل ما يقعدوا يحفروا زي ما قلنا في كل مكان علشان يوصلوا للآثار، وبتساعدهم في التعرف على أين يجب أن يحفروا. المفروض إن هم يحفروا فين على طول بدل ما يقعدوا يجربوا هنا وهنا وهنا ويستخدموا أدوات كتيرة ويبذلوا مجهود ضخم وكبير ويصرفوا فلوس كتير. دي وفرت عليهم وحددت لهم المكان المفروض يحفروا فيه على طول، وده طبعا كان عن طريق إجراء مسح فوق الأرض يحددون من خلاله الأماكن التي يريدون البحث فيها. طبعا الأدوات دي كانت بتحدد لهم الأماكن المفروض يحفروا فيها عن طريق إن الأدوات التكنولوجية دي كانت بتعمل مسح للمكان اللي هم بيدوروا فيه وبتعمل بحث فيه بالكامل، وبعدين تقول لهم المكان ده فيه آثار احفروا هنا، وفعلا كانوا بيحفروا وكانوا بيلاقوا الآثار اللي هم بيدوروا عليها. طب ايه هي الأدوات التكنولوجية اللي كان ألبرت لين بيستخدمها في استكشاف الأرض؟ طبعا أول حاجة الصور اللي كان بيحصل عليها من الأقمار الصناعية. طبعا هو كان بيستخدم الصور اللي كان بيحصل عليها من الأقمار الصناعية لأن هي بتديله المزيد من التفاصيل والمعلومات عن المنطقة اللي هو بيبحث فيها. فالصور اللي كان بيحصل عليها من الأقمار الصناعية كانت بتحدد له وبتدي له تفاصيل اكتر ومعلومات اكتر عن المنطقة اللي هو بيدور فيها. تاني حاجة الطائرات بدون طيار اللي احنا بنسميها الدرونز. الدرونز او الطيارات اللي هي بدون طيار هو كان بيستخدمها في استكشاف المنطقة دي برضو اللي هو بيدور فيها عن طريق تحكم الطيار فيها وهو على سطح الارض. كان بيبقى ليها ريموت كنترول كده زي اللعب اللي احنا ممكن نكون بنشتريها كلنا، بيبقى ليها ريموت كنترول كده بيتحكم فيها، والطيارات دي بتطير في السماء وبعدين بتصور له الارض حواليه في المكان اللي هو بيدور فيه. هل يا ترى الارض دي مستوية ولا فيها حفر ولا فيها صخور عالية ولا فيها مجاري مائية انهار ولا حاجة، بتوضح له المكان اللي هو فيه شكله عامل ازاي. لان الطيارات دي زي ما احنا شايفين كلنا بيبقى فيها كاميرات او كاميرا بتصور له المكان اللي حواليه وبتديله الصورة دي في شاشة موجودة وبتبقى موجودة جنب الريموت اللي هو بيستخدمه، فبيقدر يصور المنطقة اللي هو بيدور فيها بالكامل من السماء، ويعرف هل يا ترى ينفع يحفر فيها ولا لا، هل يا ترى المنطقة دي ممكن يكون فيها اثار ولا لا. يبقى اول حاجة الصور اللي بيحصل عليها من الاقمار الصناعية، تاني حاجة الطائرات بدون طيار ودي كانت بتساعده في استكشاف سطح الارض اللي موجود حواليه، تالت حاجة نظام تحديد المواقع العالمي اللي هو GPS. GPS اللي هو خرائط اللي موجودة بتاعة جوجل اللي على موبايلاتنا كلنا،
الجي بي اس او نظام تحديد المواقع العالمي ده كان بيديله التفاصيل بتاعة المكان اللي هو بيدور فيه بالكامل، برضو عن طريق استخدام الأقمار الصناعية بيديله الخريطة بتاعة المكان اللي هو موجود فيه، شكله عامل ازاي، الخريطة نفسها عاملة ازاي، وهو موجود فين بالظبط على الخريطة في المكان ده. فنظام التحديد المواقع العالمي او الجي بي اس ده كان بيساعده بالخريطة بتاعة المكان اللي هو بيدور فيه. وبيقول لنا هنا أدوات التكنولوجيا اللي استخدمها علماء الآثار لتحديد مكان الأشياء تحت سطح الأرض. إزاي بقى علماء الآثار قدروا يحددوا الحاجات الموجودة تحت الأرض؟ إحنا عرفنا إن ألبرت لين استخدم حاجات بتوريله سطح الأرض من فوق وبتسهل عليه عملية البحث. لما بقى بيوصلوا لمكان مشكوك إن هو فيه آثار ولا لأ، إزاي كانوا بيحددوا الأماكن اللي موجودة تحت الأرض؟ عن طريق حاجتين. أول حاجة اسمها مقياس المغناطيسية، كانوا بيجيبوا أدوات معينة. احنا طبعا عارفين ان المعادن وعلى رأسها الحديد والمعادن التانية بيبقى ليها مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده بنقدر نقيسه بأدوات معينة، فهم بيجيبوا الأدوات دي اللي هي بتقيس المجال المغناطيسي اللي بتعمل مقياس للمغناطيسية، وبتساعدهم في العثور على المعادن في باطن الأرض، وبتساعدهم كمان ان هم يقيسوا المجال المغناطيسي. يبقى اول حاجة مقياس المغناطيسية، دي الاداة الاولانية اسمها مقياس المغناطيسية، دي بتساعدهم في العثور على المعادن في باطن الارض وبتساعدهم في قياس المجال المغناطيسي. طيب تاني حاجة الرادار المخترق للارض، هو اداة كده زي ما احنا شايفين قدامنا بيمشوا بيها بعجل على الارض، وهي فيها رادار بيطلع موجات بتخترق الأرض اللي تحت منه علشان تحدد الأجسام المدفونة تحت سطح الأرض. يبقى الرادار المخترق للأرض ده بيطلع منه موجات بتخترق الأرض اللي تحت منه وبتحدد الأجسام المدفونة تحت سطح الأرض. يبقى حاجتين بتساعد العلماء بتوع الآثار في معرفة وتحديد مكان الأشياء تحت سطح الأرض، أول حاجة مقياس المغناطيسية، تاني حاجة الرادار المخترق للأرض. يبقى هنا لما أجي أنا أسألك وأقولك سل كل أداة من أدوات التكنولوجيا على حسب الاستخدام المناسب لها، وجايب لك هنا صورة الدرونز أو الطيارات بدون طيار ونظام تحديد المواقع العالمي الجي بي اس والرادار المخترق لسطح الأرض والقمر الصناعي ومقياس المغناطيسية والقطر اللي احنا شايفينه قدامنا، وهنا موجود حاجتين عايزين نوصلهم بالصور المناسبة. اول حاجة تستخدم في تحديد مواقع الاجسام فوق سطح الارض، ممكن نوصلها بايه؟ شاطرين طبعا بالجي بي اس، وكمان ممكن بالدرونز، وكمان بالاقمار الصناعية، دي الحاجات اللي بتحدد لنا مواقع الاجسام فوق سطح الارض. طيب تاني حاجة بيقول لنا تستخدم في تحديد الأجسام تحت سطح الأرض، يبقى ممكن نوصلها بإيه؟ شاطرين طبعا بمقياس المغناطيسية وبالرادار المخترق للأرض. أما بالنسبة للدرس التاني كان اسمه التكنولوجيا وتطورها التاريخي، طبعا احنا عرفنا المعلومات الخاصة بيه المرة اللي فاتت، هنتكلم برضو على بعض التفاصيل الخاصة بيه بشكل مفصل النهاردة. وهو بيوضح لنا ان التكنولوجيا ازاي تطورت عبر العصور وعبر الزمن، فبيقول لنا في ازمنة مختلفة المفروض نعرفها. اول زمن خاص بالتكنولوجيا كان عصر ما قبل الثورة الميكانيكية، قبل ما يبقى فيه ميكانيكا وادوات والات بتلف بتروس وبمواتير، قبل ما يبقى فيه اي حاجة بتتحرك بموتور، ده اسمه عصر ما قبل الثورة الميكانيكية اللي كان بيستخدم فيها الانسان ايديه ورجليه وعقله ومخه وجسمه بس، ما كانش فيه اي ماكينات او اي ثورة ميكانيكية. وده العصر ده 3000 قبل الميلاد ل 1450 ميلادية، لازم نعرف التاريخ ده مهم قوي. ده اسمه عصر ما قبل الثورة الميكانيكية، من 3000 قبل الميلاد لحد 1450 ميلادية، ده اسمه عصر ما قبل الثورة الميكانيكية اللي كان بيستخدم فيه الإنسان جسمه وعقله بس في صنع الأشياء وفي عمل الحاجات اللي هو عايز يعملها، ما كانش فيه أي آلات بتساعده أو ماكينات اختراعها تساعده في حياته، فده اسمه عصر ما قبل الثورة الميكانيكية.
بيقول لنا هنا بدأت الشعوب التواصل مع بعضها من خلال الصور والرسوم زي ما في الكتابة الهيروغليفية. دي أول حاجة بتميز العصر ده، إن الشعوب كانت بتتواصل مع بعضها بالصور والرسوم زي اللغة الهيروغليفية بتاعت الحضارة الفرعونية العظيمة بتاعتنا. تاني حاجة تواصلوا برضو عن طريق الأحرف والأرقام، بعد كده الشعوب ابتكرت الحروف والأرقام علشان يتواصلوا بيها مع بعض. بعدين سجلت الشعوب من خلال هذه الكتابات معلومات كثيرة حول الاتفاقات بينهم، زي الحاجات الموجودة في الآثار بتاعتنا بتوضح بعض الاتفاقيات التجارية وغيرها بين الفراعنة والشعوب التانية. ده بيوضح لنا ان الشعوب في الوقت ده كانت بتسجل الحاجات الخاصة بيها في من خلال الحروف والرسوم والأرقام دي، وكان بيسجلوا بيها الاتفاقيات بينهم، وده كان بيعتبر مستندات ومخطوطات عنصر أساسيا لفهم التاريخ. الحاجات اللي هم سابوها دي قدرنا نفهم عن طريقها التاريخ. وطبعا هو بيقول لنا هنا ان موجود الصور بتاعت الحاجات دي على شبكة الانترنت وعلى موقع بنك المعرفة المصري. اخر حاجة بتميز العصر ده، ظهر في العصر ده اقلام الحبر والرصاص، الاوراق، المخطوطات، العداد الرقمي. يبقى لازم نبقى عارفين ان احنا لما بنتكلم عن اي عصر بنتكلم عن بعض الحاجات اللي بتميزه. اول حاجة بتميز عصر ما قبل الثورة الميكانيكية، واللي هو بيبدأ من 3000 قبل الميلاد ل 1450 ميلادية، ان الشعوب ابتكرت الصور والرسوم زي ما هو موجود في الكتابة الهيروغليفية، وكمان ابتكروا الأحرف والأرقام. تاني حاجة بتميز العصر ده ان الشعوب سجلت البيانات والمعلومات الخاصة بيها والاتفاقيات اللي تمت بينها عن طريق استخدام الرسوم والحروف والأرقام دي، وده كان موجود في المستندات والمخطوطات اللي هم سابوها، وده ساعدنا على فهم التاريخ. تالت حاجة بتميز العصر ده ان هو ظهر في الأقلام الحبر والرصاص، الأوراق، المخطوطات، والعداد الرقمي. تاني عصر اسمه عصر الثورة الميكانيكية، هنا بقى الإنسان ابتكر الماكينات والآلات اللي ممكن تساعده في حياته وتسهلها عليه بشكل أفضل. ده كان بيبدأ من 1450 ميلادية لحد 1840 ميلادية. العصر ده الإنسان ابتكر فيه الآلة اللي ممكن تساعده في ان هو يعيش حياته بشكل افضل، فهنا سميناه عصر الثورة الميكانيكية، من 1450 ميلادية ل 1840 ميلادية. طبعا بدأ في العصر ده الثورة التكنولوجية، بدأ في ان هو الانسان يعمل فيه الالات والمعدات اللي بتساعده، وقدر كمان عن طريق استخدام الالات والمعدات دي ان هو يسجل المزيد من المعلومات ويشاركها مع الشعوب التانية. طبعا الفترة دي ظهر فيها نشأة الطباعة، الطباعة اللي احنا عارفينها اللي هم بيطبعوا بيها الكتب والمخطوطات، نشأت الطباعة في العصر ده، وده سهل عملية طباعة الكتب. الانسان ما بقاش يكتب الكتب على ايده زي العصر اللي قبل منه. ظهر كمان في العصر ده الآلة الكاتبة، هي آلة الانسان بيستخدمها زي الكيبورد كده، كان بيكتب عليها الحاجات اللي هو عايز يكتبها وتطلع مطبوعة بشكل كويس. وظهرت كمان النسخة الأولى من الآلة الحاسبة، وهي آلة باسكالين. يبقى عصر الثورة الميكانيكية من 1450 ميلادية لحد 1840 ميلادية ليه خصائص بتميزه. أول خاصية إن ده كان بداية الثورة التكنولوجية، ظهر في بعض الحاجات اللي بتساعد الإنسان على تسجيل المعلومات بشكل أكبر ومشاركتها مع الشعوب التانية، زي نشأة الطباعة ساهمت بشكل كبير في تسهيل طباعة الكتب. ظهر كمان الآلة الكاتبة، وآخر حاجة ظهرت النسخة الأولى للآلة الحاسبة، وهي آلة باسكالين. تالت عصر معانا عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية. هنا بقى في العصر ده الإنسان اكتشف الكهرباء، وقدر يخلي المكنة اللي كان هو اخترعها في العصر اللي قبل منه تشتغل بالكهرباء، فبالتالي هنا الثورة الكهربائية الميكانيكية بقى عنده آلات بتشتغل بالكهرباء، والآلات دي متطورة بشكل أكبر شوية من العصر اللي قبل منه،
وبدأنا نصنع حاجات ممكن تساعدنا في حياتنا، زي مثلا التليفون، زي مثلا جهاز التسجيل، زي مثلا الكمبيوتر. هو طبعا الكمبيوتر في اول في العصر ده كان ضخم جدا، كان الكمبيوتر اللي انت ممكن تشوفه في بيتك موجود على الترابيزة بشكل صغير. الكمبيوتر ده في العصر ده كان ضخم جدا، يعتبر مثلا زي مبنى كبير، انت تخش جواه تلاقيه مجموعة من الالات كبيرة جدا وضخمة جدا مرصوصة فوق بعضها. والوقت ده كان ده اول كمبيوتر رقمي. يبقى عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية ده بدأ من 1840 ميلادية لحد 1940 ميلادية. وطبعا هنا الفترة دي اللي بيميزها اول حاجة انطلاق مرحلة الاتصالات، ظهرت مرحلة الاتصالات، لان الانسان استخدم الكهرباء اللي هو اكتشفها في اختراعات جديدة هو عملها، زي الهاتف وجهاز التسجيل وجهاز الكمبيوتر الرقمي الاول. بيقول لك الجهاز بتاع الكمبيوتر الرقمي الاول ده كان جهاز ضخم، ارتفاعه 8 قدم 8 متر، وعرضه 50 قدم، ووزنه بيصل ل 50 طن. 50 طن، انتوا عارفين العربيه اللي ماشيه في الشارع دي واللي احنا ممكن نكون بنركبها هي وزنها حوالي 2 طن. الكمبيوتر ده بقى كان وزنه 50 طن، يعني قد 25 عربيه محطوطه جنب بعض. شفت هو كان ضخم ازاي، وما كانش كمان متطور قوي، كان بيعمل عمليات بسيطة جدا، بس ده كان اول كمبيوتر الانسان ابتكره. فعشان كده ده اسمه عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية. يبقى مرة تانية، العصر ده كان بيبدأ من 1840 ميلادية لحد سنة 1940 ميلادية، والعصر ده شهد فيه انطلاقة مرحلة الاتصالات. بدأ الإنسان يعمل مرحلة الاتصالات، استخدمنا الكهرباء في اختراعات جديدة زي الهاتف، جهاز التسجيل، جهاز الكمبيوتر الرقمي الأول. وآخر حاجة عندنا عصر الثورة الإلكترونية، وده العصر اللي احنا موجودين فيه. عصر الثورة الإلكترونية ده من سنة 1940 لحد النهاردة إلى الوقت الحاضر. والعصر ده طبعا بيميزه حاجات كتير قوي. اول حاجة عصر الثورة المعلوماتية، ازاي بقت المعلومات متوفرة بالنسبة للناس كلها، مش محتاج ان انت تسافر وتروح بلد بعيد علشان تعرف معلومة معينة او تقرأ كتاب معين، المعلومات كلها موجودة قدامك على شبكة الانترنت، تقدر توصلها عن طريق ان انت تستخدم الكمبيوتر او الموبايل او التابلت بتاعك. تاني حاجة الانسان عمل انظمة كتيرة قوي تحدد له المواقع والخرائط والاماكن الموجودة حواليه، وده طبعا سهل علينا حركتنا في الحياة. وتالت حاجة طبعا قدرنا نعمل ادوات نتواصل بيها مع الناس حوالينا، زي البريد الالكتروني وزي الرسائل النصية وزي البرامج اللي بتساعدنا ان احنا نتواصل مع بعض زي الواتساب والفيسبوك وغيره. وكمان قدرنا نعمل البرامج اللي بتسهل علينا عملية الكتابة، مش زي زمان لازم نعمل مطبعة ضخمة علشان تطبع لنا الكتب والحاجات، وطبعا دي زي البرامج بتاعة الكمبيوتر. يبقى مرة تانية عصر الثورة الإلكترونية ده من 1940 إلى الوقت الحاضر، وده طبعا بيعرف باسم عصر الثورة المعلوماتية، لأن ظهر فيه اختراع الكمبيوتر بالشكل اللي احنا عارفينه النهاردة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. ظهرت كمان اختراعات جديدة بتساعد في تحديد مواقع الأشياء زي الأقمار الصناعية، نظام تحديد المواقع، الخرائط اللي موجودة على الانترنت زي خرائط جوجل وغيرها، التواصل مع أشخاص آخرين مثل زي برامج البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وكمان قدرنا نعمل برامج تانية بتساعدنا في ان احنا نعمل عملية الكتابة بشكل أكبر وبشكل أسهل، زي برامج الكتابة على جهاز الكمبيوتر. بكده احنا عرفنا العصور المختلفة لتطور التكنولوجيا عبر الزمن. فهنا لما اجيب لك الجدول ده واقول لك الفترة من 3000 قبل الميلاد ل 1450 ميلادية، المفروض العصر ده يطلق عليه عصر ايه؟ شاطرين، عصر ما قبل الثورة الميكانيكية. طيب سنة 1450 ميلادية ل 1840 ميلادية ده المفروض عصر ايه؟ شاطرين، عصر الثورة الميكانيكية. طب من 1840 ل 1940، شاطرين، عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية اللي عملنا فيها الآلات اللي بتشتغل بالكهرباء. وآخر حاجة من 1940 ميلادية للوقت الحاضر، شاطرين، ده عصر الثورة الإلكترونية
او عصر الثورة المعلوماتية. بكده نكون عرفنا كل عصر اسمه ايه والخصائص الخاصة بيه عاملة ازاي، وبكده نكون انهينا درس النهاردة وانهينا المراجعة السريعة على المعلومات اللي خدناها في المرات اللي فاتت. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. ان شاء الله هناخد دروس جاية وهنحل اسئلة كتير على الدروس اللي جاية، وهنحل كمان على الوحدة الاولى وعلى المحور الاول اسئلة كتير. اتمنى ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.